الفترة اللي فاتت زي ما انت حضرتك قلت ان الاهلي ظهر بالشكل المطلوب ولسه البدايه، ولكن ضغط المباراه ده بقى يا كابتن، انت جاي لاعب ماتشين في افريقيا، صعب بعدين داخل لاعب اسماعيلي في مصر، طالع ترجي، فبرضه بدايه موسم وكل حاجه، لكن يعني ضغط المباراه والتلاحم. ضغط المباراه صعبه جدا. كابتن محمد يوسف امبارح بقول لك احنا حاسين هيبقى في اصابات الفتره الجايه، لكن هو ده الموجود. مفيش شك طبعا ان هو يعني كل 3 4 ايام مباراه، وما بين المباراه والمباراه ممكن يكون سفر، وكمان انت خلي بالك مركز في اكتر من بطوله، يعني البطولات يعني تقسيم البطولات، وكل بطوله بفرق بتلعب بشكل معين، انت بتلعب بالزبط. في افريقيا بشكل معين، الدوري ليه شكل معين، البطوله العربيه فرق بتلعب بشكل معين، السنه دي قبل ما هتقف فيها بتبدا البطوله الجديده. فكله عمليه ستريس كبير جدا، لكن ده زي ما بقول لك ده يعني دي كرة القدم، في فرق كتيرة جدا زي برشلونة وريال مدريد بيلعبوا أكتر من 50 مباراة في السيزون، لكن بيكون متقسمة بشكل علمي أفضل شوية، لكن ده قدر النادي الأهلي زي ما بقول لك دايما الجماهير، وده واصل للجهاز واصل للإدارة، إن الجماهير لا ترضى إلا بالفوز، واعتقادي الشخصي إن العملية محتاجة يعني أسبوعين كمان 3 وهتلاقي الدنيا على شكل الأداء اللي أنا شفته أمام مباراة المصري خاصة، أعتقد لا النادي الأهلي إن شاء الله السنة دي هيعمل حاجة كويسة قوي.